السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. غبرت عليكم شوية هاد اليامات، كيف ما كتعرفوا العطلة ديال المدارس لينا شوية مع الوليدات، وهاني رجعت لكم دابا بالوصفات اللي هي معتادينها. الوصفة اللي غادي نقترح عليكم اليوم هي طبق ديال اللحم باللوبيا الخضراء او الفاصوليا الخضراء. طبق اللي هو صحي بطبيعه الحال، المكونات ديالها كله صحيه. غادي نمر دابا المقادير. عندي هنايا تقريبا ما بين كيلو الا ربع حتى الكيلو ديال اللحم. انا كنطيب دائما اللحم ديال البقر، يمكن لكم نتوما ديروا الغنم وديروا الكميه دائما على حسب عدد الاشخاص والافراد. يمكن لكم ديروا نص كيلو او ربعه، دائما المتوفر. هنايا عندي واحد البصله مشلضه مزيان، بصلة ماشي صغيرة، متوسطة. عندي هنايا جوج مطيشات محكوكين، عندي هنايا واحد جوج دروس كبار ديال الثومة محكوكين، عندي هنايا الزيت، زيت الزيتون. يمكن لكم ديروا الزيت النباتية او لا تخلطوا ما بين زيت الزيتون والزيت النباتية. هنايا عندي الابزار او الفلفل الاسود، عندي هنايا الكركم او الخرقوم، عندي هنا الزنجبيل سكينجبير، والملح دائما على حسب الذوق. وهنا عندي شويه ديال القزبر ومعدنوس، تقريبا واحد المعلقه كبيره مقطعه ديال القزبر ومعدنوس. وهنايا عندي اربع ديال الحامضه مصيره. وهنا عندي اللوبيا والفاصوليا الخضراء اللي باقي ما نقيتهاش. اذا هذه هي المقادير اللي كنحتاجو. غادي نمر دابا الطريقه ديال التحضير ديال الطبق ديالنا. هنا غادي ناخذ الكوكوت ديالي، غادي ندير فيها اللحم، قطعه ديال اللحم كما سبقت وقلت دائما على حسب عدد الافراد والاشخاص. وغادي نزيد عليها بصلة اللي هي مشلضة، نديرو هنايا التومة، نديرو الزيت، ونديروهم فوق النار تقلاو على شوية. هنايا راه البصيلة بدات كتهبط ليا. غادي نزيد دابا هاد التوابل كما سبقت لكم، شويه ديال الكركم الخرقوم. تقريبا درت هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، والملح دائما على حسب الذوق. وغادي نزيدو هاد القزبر ومعدنوس ونخلطو كلشي مزيان. ها هما دابا كيفما كتشوفو كيتشحرو مزيان. من بعد غادي نضيف مطيشه اللي هي كنديروها بزايد لان الطبق يبغي يكون شويه محمض. هذه الطريقه المعتمده عندي كما كتشوفوا. ها انتما كتشحر مزيان تشرب ديك العطريه. دابا غادي نزيدو مطيشه ونخلطو ونمرقو. ها انتما كما كتشوفوا خلطت مطيشه معاه. كل ما غادي نصب الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه، غادي نخليه تقريبا واحد ساعة الا ربع، ومن بعد غادي نحل عليه الكوكوط. هنا الماء سيكون دائما طايب، غير نغطيو اللحم بحال هكا وصافي. هذا هو الماء الكافي، ما نخليوش عاوتاني الماء بزاف، ونسدو عليه كيف ما سبقت وخلت واحد المدة ديال 45 دقيقة، ومن بعد نرميو اللوبيا. دابا في هاد الأثناء هادي غادي نقي الفاصوليا الخضراء، اللوبيا الخضراء. كنخليه ها هي الكوكوت. من بعد ما حلينا عليها تقريبا اللحم ديالنا راهو طاب. نسيت ما صورت لكمش البزار فاش حكيته هنايا، فاش درت البزار لانني كنت شاده التليفون بيد. مهم ديرو في الوقيته اللي كندير التوابل فاش شحرت اللحم. هنا دابا غادي نديرو الحامض، هذا الطريف هذا ديال الحامض المصير، وغادي نضيفو اللوبيا من بعد ما نقيناها وغسلناها مزيان.
استقطرناها ها هي، غادي نديرو اللوبيا ونسدو عليها حتى كطيب. كما سبقت قلت لكم غادي نسدو عليها واحد المده ما بين قسمين حتى ربع ساعه، كل واحد على حسب الكوكوت ديالو، وغادي نتلقاو في الشكل النهائي ديال اللحم باللوبيا. لو الكوكوت ديالنا ها هي تخترات المريقه، كلشي طاب. الشكل ديال الطبق ديالنا هو هذا، تنتمنى انكم تجربوه وانه يعجبكم. تيجي في الحقيقه لذيذ وخاطر وزوين، جربوها بهذه الطريقه هذه. لاول مره يشوف القناه ديالي تنتمنى انه يشترك في القناه، وعموما ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك وديروا كومونتير وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وشكرا لكم جميعا ومرحبا بكم.